تعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة سناب شات يطالعنا من برنامج؟ نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، وبعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على سناب شات خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، وبعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سناب شات خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سناب شات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو